كنا اتكلمنا عن الراحه الاستشفائيه او التدريبات الاستشفائيه اللي خاضها لاعبو النادي الاهلي النهارده بعد مباراه الجونه بالامس. كمان شفنا اكرم توفيق في مباراه الجونه، او عرفنا ان اكرم توفيق خد كدمه جامده في مباراه الجونه، والكل كان قلقان على اكرم توفيق. اكرم توفيق من اللاعبين المهمين جدا جدا، اعتقد هيثبت نفسه ويبقى لعيب على قدر المستوى زي اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي. اكرم توفيق النهارده بيشارك في مران الاهلي ومفيش اي مشكله، كان خد كدمه اعتقد في وش رجله في وجه القدم، لكن الحمد لله النهارده مفيش مشكله خالص واكرم اتمرن عادي جدا. كمان احمد فتحي ومروان محسن كان في تدريبات بدنيه وتاهيليه ليهم في الجيم على هامش مران الفريق على ملعب التتش. صلاح محسن كمان اكتفى بجلسه تاهيل على هامش مران الفريق ايضا في اطار الاستعدادات لمباراه تاونشيب البتسواني الهامه جدا في الجوله الرابعه في دوري ابطال افريقيا. مباراه مهمه، مباراه مهمه، يعني هنبدا نحس بالمباراه دي او بدانا نحس بيها من بعد مباراه برج العرب السابقه. 3 اهداف كانوا كافلين ان هم يطمنونا على اللعيبه وعلى الفريق، لكن المباراه هناك محتاجه حسابات تانية. واعتقد ان باتريس كالتيرون وجهازه الفني محمد يوسف والجهاز المعاون ان شاء الله يكونوا عاملين حساباتهم كويس جدا، واللعيبه عارفه يعني ايه مباراه مهمه جدا جدا لكل الاطراف. كمان عاشور ووليد سليمان بيشاركوا في التدريبات الجماعيه اليوم. حسام عاشور ووليد سليمان لاعبه الفريق الاول لكره القدم شاركوا في المران الجماعي صباح اليوم الجمعه على ملعب مختار التتش. عاشور كان بيعاني ايضا من كدمه في الركبه، كان خدها في مباراه تاونشيب في برج العرب، لكن الحمد لله النهارده هو احسن بكتير. كمان وليد سليمان كان خد كدمه، كانت مباراه بصراحه فيها خشونة عالية، تخيلوا بقى هناك الموضوع هيبقى عامل ازاي، وهو عايز يكسبك ما عندوش أي حلول خالص غير إن هو يكسبك، فهتكون مباراة صعبة وسهلة في نفس الوقت. صعبة لو لعيبة الأهلي صعبتها على نفسهم، وسهلة لو اللعيبة استغلت الهجوم العشوائي اللي ممكن يعمله تاونشيب، وإن احنا نستغل هجماتنا بمنتهى الدقة، وإن شاء الله ربنا يوفق وليد أزارو النجم الأهلاوي الهداف. نروح لخبر تاني، النجم علي معلول بيغيب عن مران الأهلي الجماعي بإذن من مدير الكرة محمد يوسف. علي معلول شفناه في الماتش اللي فات في لقطة ضربة الجزاء، لكن لقطة مهمة ولقطة مضيئة جدا، وضربة جزاء أعتقد أن هي كمان طمنتنا كتير قوي على نتيجة المباراة قبل الهدف الثالث اللي طمن الكل. لكن مش ده علي معلول اللي احنا عايزينه، مش ده علي معلول النجم الكبير، مش ده علي معلول اللاعب الدولي التونسي. عايزين علي معلول يرجع علي معلول اللي احنا عارفينه، ان شاء الله يكون بداية رجوعه في المباراة القادمة. علي ان شاء الله ينتظم في التدريبات غدا استعدادا للمواجهة المرتقبة يوم 28 يوليو الجاري. كمان مؤمن زكريا بتمنعه نزلة البرد عن التمرين النهاردة، ربنا يشفيك يا مؤمن وترجع بسرعه، نزلت برد شديده في معدته غيبته عن تمرين النهارده، والكلام ده صرح به محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره. النادي الاهلي النهارده واصل تدريباته الصباحيه على ملعب مختار التتش، تدريبات بدات قويه واكيد كله عارف يعني ايه مباراه صعبه جدا. تبدو للأقلية إن هي سهلة، لكن الكل أو الأغلبية عارفين إنها مباراة صعبة. الجهاز الفني كمان حرص على تطعيم كالتيرون وكوليبالي قبل السفر لبتسوانا. الجهاز الفني الطبي لكرة القدم بنادي الأهلي حرص على تطعيم الجهاز الفني بقيادة باتريس كالتيرون، وذلك قبل السفر إلى بتسوانا فجر 24 يوليو الجاري. كما قام الجهاز الطبي بتطعيم المالي سليف كوليبالي المساك اللي طمنكم نوعا ما، لكن مدافع ان شاء الله يكون بشرة خير للنادي الاهلي ويكون عند حسن ظن الجميع. قلت لكم ان باتريس كالتيرون كمان قلبه قوي جدا، قوي قلبه كمان، يعني هو قال قوي قلبه، واحنا بعد المباراه قلنا ان هو فعلا قلبه جامد، ان هو لاعب لسه جايبه جديد وبيلعبه في مركز حساس جدا، الغلطه فيه بفوره بلغه الكوره يعني، لكن لاعبه واللعيب بصراحه كان بيلعب السهل الممتنع. اول لما تنزل الماتش كده وانت لسه جديد وجاي وعارف الناس بتبص لك وعارف ان انت كمان مباراه حساسه، بتحاول تلعب اسهل حاجه، فده اللي مطمني بالنسبه لكوليبالي. كمان هو كمان اعتقد في لما ياخد
ثقة هيلعب أحسن من كده ويبقى يظهر أحسن من كده. شفنا عمل تمريرة كانت لعلي معلول، اللي علي معلول تسرع فيها كان ممكن تبقى هدف، وهدف جميل جدا، لكن عنده سليف كوليبالي عنده، وإن شاء الله يكون بداية خير كمان من المباراة القادمة أحسن وأحسن بإذن الله.